أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. في ظل تغير المناخ وتأثيراته على العراق وأزمة المياه، كشف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإمائي في العاصمة بغداد أوكي لوتساما في أبريل الماضي بأن العراق يواجه حاليا أسوأ موجة جفاف في العصر الحديث، وأشار إلى تناقص حاد في كميات حصة الفرد العراقي من المياه. ومن المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول موضوع الجفاف مقطع لمواطن من أهالي ناحية النيل في محافظة بابل، وهو يناشد الجهات الحكومية بتوفير المياه بعد الجفاف الذي ضرب الأنهر والجداول ما أدى لعطش القرى وموت الحيوانات كما قال. فنشاهد هذا المقطع المتداول. مناشد للسيد الوزير، للسيد المحافظ، والله متم بالعطش، النهران يمسك ختم العطش، هاشتمات الحرارة 51، أريد مروتكم، العالم ماتت والله، وين نروح؟ مروتكم مدير ري النيل استاذ فجر، حرك نفسك وشوف، مو مدة والله مدة استاذ فجر، وينك مدير الري وينك؟ هاي النهران يمسك، مروتك تعال شوف حالنا، والله العظيم متنا، هاشنا كله مات هاشنا، قفلت ماك ماي ماكو ببيوتنا. مدير الرئيس سيد المحافظ مروتكم، سيد الوزير والله بتشوفوا المن نروح يا ربي، المن نروح، المن نروح، المن المن نروح، شوفوا عنا متى والله متى ما يماكم، المن نروح بعد، ليش ما تخافون الله. لقطات متداولة تظهر حال الأهوار التي تعاني من الجفاف وسط مناشدات الأهالي لتوفير الحصص المائية للأهوار، ويظهر المقطع أضرار الجفاف على الأهالي وعلى أراضيهم ومواشيهم. دعونا نتابع هذا المقطع الذي تداوله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. صارت هاي كلها جفت وصارت قاع، كان هذا بردي وحشيش هور، بعد انت المنجل من يتعرى ما يعر، بعد هاي هنا الدوابنا بركت، راحت للماي هذا بركت، بعد كلها جفت هاي منا، هو كان هور كله كامل بس كلها جفت، هسه كلها جفت، شو وقع كانت هاي منا هنا مرد الجنة ما يقايش، بس هسه كلها وين، هسه قاع تمشي عليها جهال، كان الدوابنا تروح هنا تاكل وترد لنا شبعانة، هسه هسوي يعني تروح لا قاعد عودة أهم يا الله تلقى لها برديات تأكل بين، هسا كل شيء ماكو دوم لا ماي ولا بردي، جفت القاع وجف الهور وراح البردي والحشيش كل شيء راح. ونبقى مع المقاطع المتداولة التي تبين كيف أن الجفاف يقتل الحياة في العراق. نذهب إلى محافظة ذي قار حيث تحدث ناشط من هناك عن الجفاف في أهوار التشبايش وتحولها إلى صحراء قاحلة ونفوق الحيوانات فيها بسبب الجفاف وشح المياه دون أي اكتراث من قبل الجهات الحكومية لإنقاذ الثروة الحيوانية في الأهوار وتوفير المياه فيها. فلنتابع. هاي الثروة الحيوانية والثروة ثروة الجاموس اللي دائما نحشي عنها، نقول الأهوار تمتلك 35,000 راس جاموس. للأسف بدينا نجمع عظام الجاموس وهياكل الجاموس اللي موجودة بالأهوار، وكل الأهوار تحولت إلى صحراء قاحلة من جنة عدن وبيئة تنعم بالتنوع الأحيائي والحركة والسياحة إلى هياكل عظمية خالية من كل أنواع الحياة. إلى متى تستمر معاناة الأهوار وسكان الأهوار؟ إلى متى يستمر نفوق الثروة الحيوانية وبالخصوص الجاموس؟ لين تكون عند الحكومة العراقية غيرة وضمير حي تعمل من أجل البيئة ومن أجل الثروة الحيوانية؟ للأسف الشديد هاي الثروة الحيوانية وهذا الجاموس
تحول الى هياكل عظميه بسبب الجفاف والامراض والتلوث. هذا بلا تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول موضوع الجفاف وحول هذه المقاطع. سيف علي يقول: مع كل الاسف تراث عالمي هيجي يصير بي من وراء هاي المرتزقه. اما مشتاق فيقول: الحكومه نايمه لا حس ولا خبر. العجيب كأنما شيء جدا طبيعي وبدون أي اهتمام وبدون أي تصريح من وزير الموارد أو حل من رئيس الوزراء بشأن من قتل العراقيين بتجفيف النهرين ومن ثم الأهوار. يقول: عجيب غريب هذا السكوت، هل هو خوف أم خنوع أم اتفاق؟ يتساءل مشتاق. أما أحمد فيقول: مع الأسف هذا حال العراق، هذا كله والقادم بسبب تخاذل الناس وعدم الشعور بالمسؤولية. ليث سعد يقول: فقدان الثروة السمكية والحيوانية في بيئة الأهوار خسارة لا تعوض، وهذه المساحات الكبيرة مما كانت تسمى أهوار طبيعية غدت صحراء جرداء، كيف سيستفاد منها مستقبلا؟ معنا اتصال أبو أحمد من الموصل. أبو أحمد، كيف ترى موضوع الجفاف الذي يضرب الكثير من المناطق في العراق لا سيما المناطق الجنوبية والأهوار؟ مرحبا بك. أنا مرحب، شلونك؟ أهلا وسهلا بك أخي. والله إحنا الجفاف، إحنا قبل يقولون بلد النهرين يعني فرات ومي ماكو شيء، مش بس إحنا بالموصل مناطق ست ايام اربع ايام مي ماكو، يعني على المي كان يقول على راس المي زي كيف الجنوب. والله يا اخي شيء قهر، شد على الهوار على البقاع يتعب يوم عن يوم، يعني كله قهر. نعم يعني جريمه مي ماكو، ليش كل هذا كله اساسه والفتنه واللي راس الحيه هي كلها من ايران. والله يوم مرسل يعني برأيك لماذا لا تتحرك السلطات في العراق لتدويل القضية عبر الأمم المتحدة للحصول على حصصها المائية من دول المنبع، وكذلك العمل على تقليل هذه الخسائر من خلال بناء سدود أو بناء بحيرات صناعية من أجل يعني الاحتفاظ على الأقل بمياه الأمطار أو المياه التي تذهب إلى شط العرب؟ نعم أخي، احنا بلد، احنا كل مقصودة أن العراق يظل يعني يرجع إلى على مي ماكو. نفس الشيء اللي كانت تتم مع الوجبة، والله أول ما العلف علف أخي علف يجيبونه علف ويستولدونه شيء زين يجيبون إياه علف. بلد تعبان يعني شلون تقول؟ هم هذول كلهم مثلا حكومة كلها فاشلة. نعم هم غايتهم انهم يدمرون العراق، هاي الغايه. شو تفرج منهم؟ لو هم يعني فاشلين 20 سنه يا اخي ماكو شو سووا؟ نعم التمس شيء يعني التمس، مدارس ماكو، مي ماكو، كهرباء 20 سنه ماكو كهرب، يعني حتى لو خذنا محاولات مولات على يعني كل يا اخي مولات اشوفكم الشيء هذه. بس هم ما يدرون يا اخي، ما يدرون هم غايتهم انه هذا يتعبون المواطن في سبيل انه يهلك. العالم تعبت. تعبت اخي ولا تعبت. الله المعين. انا اشكرك ابو احمد من الموصل كان معنا. نذهب الى ملف اخر وهو ملف الدوائر في العراق وخاصه الدوائر الصحيه. تحدث مواطن عن الإهمال الحاصل في مصرف الدم بمحافظة البصرة وقال بأنه ذهب مع أشخاص للتبرع بالدم لعملية جراحية مستعجلة، وكان رد العاملين في مصرف الدم بأنهم يبيعون الدم ولا يستقبلون حالات التبرع كما قال. فلنتابع. الكارثة مصرف مستشفى الجمهوري يا مدير الصحة، طلبوا مني دم 3 بطالة، رحت وعدي متبرعين 3 نفرات، رحنا نتبرع الدم، قال ماكو تبرع دم بس بيع سوق سوداء. انت مدير الصحة، الدم منين جايبه؟ من ابنك مستورد الدم جاي ينباع، وهذا الوصل عندي
البطولة ب 10,000 دينار، 3 بطالة ب 30,000. الدم مال من؟ مال الشعب، مال المواطنين اللي هم جاي يتبرعون ودمعتكم. انا جايب متبرع، ليش ماكو متبرع؟ يقول لي ما لازم باكر الظهر ب 12 يلا تستلم الدم اذا تتبرع باكر. وين اكو هالشيء؟ كله على مود يبيعون الدم اللي جاي يتبرع به، واهل البصره اللي جاي يتبرعون الشباب هذا الدم جاي يبيعونه علينا، وتقول ما يصير هسه تتبرع، ليش؟ وينك انت؟ الوزير؟ وزير الصحه؟ شنو عليه ضريبه هذا الدم؟ مستورد؟ لو دمنا هذا والله عيب، والله ما تستحون. نواب البصره وينكم؟ نواب البصره باكر تطلبون تعالوا تخبونا وتعالوا حطون الدم مالتنا نفسيتنا اللي جاي نتبرع به اللي جاي ينباع علينا بفلوس 30,000 البطل ب 10,000 دينار. احكي وياه يقول لي والله ذاك عندك مدير صحه وروح له. وين مدير الصحه؟ وينك مدير الصحه؟ هذا الدم مالتنا جاي ينباع، والله عيب عليكم، والله ما تستحون. مواطنون من منطقة 7 قصور وجهوا رسالة إلى الجهات المعنية في دائرة صحة بغداد الرصافة، وذلك من أجل تفعيل الدور الرقابي ومتابعة المشاكل داخل المركز الصحي في المنطقة. فلنتابع. وكل فترة ننزل فيديو طالب بالخدمات دخول المنطقة ونطالب أعمال داخل منطقة 7 قصور. اليوم مطلبنا يختلف ومناشدتنا تختلف، نطالب منهم بالرقابة إلى المراكز الصحية داخل 7 قصور. اليوم المركز الصحي احنا نعرف الدوام الدوائر الدولة الساعة 8 الصبح، اليوم الدكتور يجيني بالـ 9:30، اليوم الموظف يجيني بالـ 9 يفتح لي المستوصف صحيح الساعة 8، بس شنو الفائدة؟ قاعد على الكرسي مالته ويقول الدكتور ما موجود. اليوم النساء حايفة بيوتها وجايبة أطفالها حتى تعالجهم بالمراكز الصحية اللي قريبة عليها، أفضل شنو؟ ما موجودة كهرباء ومحتارة الناس قاعدة بالمستوصف، ما موجودة عندنا مستشفى قريبة على 7 قصور، مستشفى الشوادر بعيدة. لذلك نطالب وزير الصحة ورئيس الوزراء والرقابة الصحية بالتدخل الفوري بحل هذا الموضوع داخل منطقة 7 قصور. نبقى مع هذا الملف، ملف الدوائر الصحية، حيث انتقد ناشط الزيارات الاستعراضية كما سماها للمسؤولين، وآخرها كانت لرئيس حكومة الإطار محمد الشياع السوداني لمستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، والذي يعاني من نقص في تجهيز تكييف الهواء، ووعد بمتابعة الأمر والصيانة لكن دون أي إجراء ملموس على أرض الواقع كما قال هذا الناشط. فلنتابع. أو أكثر، دولة الرئيس محمد الشياع السوداني زار محافظة المثنى، افتتح عدد من المشاريع. أثناء زيارته زار مستشفى الحسين التعليمي. الدنيا حارة بالمستشفى، المستشفى تبريد ما بيها، المستشفى ما بيها خدمات صحية صحيحة، وراح نشكل لجنة تجي تزور المثنى حتى تحقق الهدف اللي له للمثنى اللي يردونه من خدمات صحية وكذا. هذا الحكي صار أسبوعين، أكثر من أسبوعين، ووجه وإجا وراء وكيل، أعتقد وكيل وزير الصحة، على أساس يحلون موضوع المستشفى. موضوع التبريد لحد الآن ما محلول، أسبوعين أو أكثر حتى تنحل مشكلة تبريد، بس تبريد. زين إذا نريد نبني المثنى إيش قد نحتاج؟ دولة الرئيس إيش قد نحتاج؟ إيش قد نحتاج من وقت؟ حول هذا الملف وهذه المقاطع علق عراقيون كثر، ومنهم من علق وقال على فيسبوك سلام يقول وين اللجنة الوزارية اللي جاي تتابع قطاع الصحة بالمحافظة؟ يتساءل. علي البصري قال كل المستشفيات نفس الوضع، بس أيام التفتيش تطلع العلاجات والأجهزة الحديثة وغيرها. علي الغزي يقول المناشدات لوزارة الصحة هواء في شبك، لأنها وزارة سرقة كما يقول، ودفع أموال للأحزاب والكتل السياسية فقط. عواد كاظم العبساوي يقول أو العساوي أفسد وزارة هي وزارة الصحة، المفروض تتعامل بصورة إنسانية وتوفير الخدمة العلاجية، بس العكس، مجرد ربح وسرقة وفساد. معنا اتصال فهد من فنلندا. فهد، مقاطع متداولة تظهر الإهمال كما قال ناشطون وعراقيون فيها في القطاع الصحي، لماذا لا يتم تدارك هذا الأمر على مستوى هذا القطاع
الحيوي الذي يعنى بحياة المواطن العراقي. مرحبا بك. مرحبا استاذ دكتور، شلون صحيح؟ ان شاء الله بخير. الله حياتي الى كل قناتك الرائعه. حياكم الله. والى الشيخ مثنى، هذا الانسان الاصيل، ابن الاصيل. حقيقه انا متغرب تقريبا صار لي سنين طويله خارج العراق. نعم. بس اتابع القناه، اتابع القنوات الشريفه. طبعا هو مو بس موضوع الصحه دكتور، يعني مو موضوع الصحه ولا موضوع الجفاف الاهوار ولا يعني انا قبل فتره اهلي راحوا يعني نزلوا للعراق زياره. نعم. ثق بالله يعني كنت حاجز لهم تقريبا شهر، ثق بالله اتصلوا بي يريدون يرجعون اسبوعين 10 ايام ما تحملوا الوضع. يعني واحد ينزل لاهله ما صار 5 سنوات ما نازل. نعم. يعني المفروض يبقى هناك ويمدد الوقت، مو تمام؟ نعم. بالضبط. القطاع الصحي، الفساد، الجوازات، راحوا يسوون الهويه الوطنيه، يردون من عندهم فلوس معقبين، اولاد يتمرضوا راحوا على المستشفيات، فلوس، ادويه تعبانه، يعني محسوبيات. يعني اقول لك اياه. نعم. هو انت منين تجيبه استاذ؟ يعني انت منين تجيبه دكتور؟ هي كلها عشاك سودا مصخمه هي صايره. هذا مو وضع بلد. يعني انا تعال شوف احنا باوروبا هسه قاعدين، ثق بالله رئيس وزراء يجي يعالج يم الدكتور نفس الدكتور اللي يعالج به المواطن العادي، تعرف هذا الشيء ولا دكتور؟ نعم نعم. يعني ماكو هناك، طالما صارت بيها محاصصه بالعراق وصارت بيها محسوبيه، هذا الاطار وهذا الحزب الفلاني، هذا ما راح يصير، لان ما عندهم انتماء، لان هذول الجوي. يعني الله يرحم طارق عزيز وزير الخارجيه، من سالوه يوم من الايام قالوا له معارضه، قال له يا معارضه هذول الشله فاسدين والشله حراميه، ذكر تمام لو مو تمام الكلام هذا. فانت شو تدارك دكتور؟ ما راح تدارك، لان انت الوضع كلش تعبان. والله العظيم انا اتمنى مرات انزل العراق، انزل بس اهلي نزلوا قالوا له وين تنزل؟ اذا تنزل راح تكره حتى العراق، حتى تكره يعني حشا الطيبين والناس الوصلاء مثالكم. يعني ميليشيات، التفتيش، السيطرات، الحرشه داخل المطار، شافوا انت جنسيتك مثلا فنلنديه يتعار، يعني يتحاشون بيك. الحقد الشايلي على ابن البلد. دكتور منين ما تجيبها سوده مصخمه؟ الله يحفظكم. انا البارحه رحت اشارككم ما كان في وقت، المعد قال لي باكر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني الله يبارك فيك. قناتكم رائعه، وانتم متمثله بالشيخ مثنى الله يحفظه ويرعاه. هذه وانتم كلكم وصلاه، انتم اولاد العراق الطيبين. الله يبارك والله فيك. يعني مواضيعكم بدون مجامله، مواضيعكم كلش يعني تمس حياه المواطن العراقي. لا. هذه قناة العراقيين، وننقل احنا كل ما موجود على الساحة العراقية. يعني اشكرك فهد من فنلندا كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات اخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عبد الله من صلاح الدين، ارحب بك معنا ابو عبد الله، تفضل. ابو عبد الله تسمعني؟ ابو عبد الله، ابو عبد الله يبدو ان هناك. الو، السلام عليكم. اهلا ابو عبد الله، يا اهلا بك، تفضل. شلونك عيني؟ الله يسلمك ويخليك ويحفظك. البرنامج انا جيت على الثاني، شنو البرنامج مالكم عن شنو؟ برنامج صوتكم. اخذنا الملف الاول عن الجفاف والملف الثاني عن الصحه في العراق. عن شنو استاذي؟ شلون؟ عن شنو البرنامج؟ اخذنا الملف الاول عن الجفاف والملف الثاني عن دوائر الصحه. وهسه حاليا راح ناخذ على الكهرباء. الكهرباء. هسه باشر بالحكي وياك؟ شلون؟ هسه باشر وياك؟ تفضل. استاذ العزيز، الجفاف هذا هاي كلها لعبه سياسيه. نعم. توقيع منذ الاعضاء، نقول اعضاء برلمان محراميه. يعني هسه انت تشوفهم يطلعون كلهم باجتماعات وقال السودان وحكى ما ادري منو. بس كلها كذب بكذب، يعني اسيادهم ايران، اسيادهم ايران. نعم. تابعين ديول ايران. والكهرباء هاي عندك هسه الابراج العتيقه، هاي كلها باتفاقيه استاذ العزيز. يعني انت السمعان برج يقع بعد عن مقعد كري 500 متر، ترى ماكو شيء. هاي كلها اتفاق وكلها سياسه وكلها فلوس وكلها دمار للبنيه التحتيه مال العراق، واللي يدفعها الثمن يدفع المواطن الفقير. واللي هو قاعد بالخضراء ان شاء الله انهجمت على راسه. وهذا ابو الله اللي يوفقني، ريت الله اللي يوفق ان شاء الله. زين انت قاعد على التبريد والعالم يضرب بها هذا الحار يصير. نعم. ماكو شيء. شلون الكهرباء يمكم ابو عبد الله؟ يمك يعني بمنطقتك. والله الكهرباء مع احتراماتي لك وقناتك الست من الزفت. مو كهرباء هاي. ايش قد تجيكم الوطنيه باليوم؟ كم ساعه؟ يضحكون بها على العالم استاذي. ما كهرباء، كل ما يقول لك كهرباء يقول لا متوهم انت. ويرجع ويقول لك اني سويت اني ويطلع قبل يومين محمد الشاع السوداني ما ادري شو فتح محطه غازيه بميسان ما ادري وين. وقبلها الكاظمي طلع فتح اهم قصر الشريط، وقبل ما يجي قصر الشريط ايش صار هذا الشريط. يعني كل ما يجي واحد نفس المنهج يمشي ماكو شيء. عمي ناس حراميه، ناس دجاله، ناس جوي الدمار هذا البلد. والتعاون بتجاههم اتجاههم ايران وامريكا، واللي يقودهم برايمر او قذر، وهذول اقذر من برايمر. وهذول من كل من يقول لك ولا من العراق يقول لا متوهم انت. هذول ديول الايران، ديول الايران. ومن تجي تقيس تفرع الدوائر مال يقولون دوائر دوله، لا والله هي مو دوائر دوله، محافظه محافظه محافظه. كل مدير دائره هو وربعه، كل مدير دائره هو وربعه. تجي القاضي هو الحزب ماله. القاضي انت سمعان قاضي مره تحكم قاضي؟ انت سمعان كاتب عدل، كاتب عدل ياخذ رشوه، قاضي ياخذ رشوه، يعني يقرا العراق السلاح. ماكو شيء. نعم. هاي ما قايله ولا راح تصير، ونحو الأسوأ نحو الأسوأ. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، كان معنا. إلى ملف الكهرباء، حيث طالب أهالي قضاء الشامية بتوفير الطاقة الكهربائية. أهل الشامية طبعا في الديوانية، وطالبوا بإقالة قائم المقام ومدير الكهرباء احتجاجا على الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية. فلنتابع. ما أفتهم إحنا ذاك اليوم تحدثنا هنا، قلنا لكم نريد آليات، زيادة القضاء بالآليات، زيادة القضاء بالكادر، باعتبار أنه الشبكة تعبانة مو هيك ولا. هسه المحافظ قبل ايش قاعد قبل نص ساعة وين موجود؟ موجود بقضاء الشامية. يا محافظ الديوانية يا ميثم الشهد، اجي اشوف دائرة الكهرباء ما شفتها، ما قدرت اشوفها. ما قدرت اشوف هذا الإخفاق والفشل الذريع اللي هنا. ما قدرت تقلب الصيانة اتنحى، تجيب واحد غيره. لا فنك ليش؟ لأن نواب ورا 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 مدراء دوائر ورا ورا غيرهم. اليوم توزيع الكهرباء مو يم هاي دائرة، كل احنا متفقين عليها، مو يمهم، يم التوزيع، يم مركز القرار، ولكن نريد صيانة فورية وجدية تتلائم. درجات الحرارة فول، الناس ما عادت تتحمل، المحولات جاي تضرب. يا أخي قلنا لكم آليات وزيادة الكادر. الناس ليش فتش بالسماء وفتش بالقاع وما عندهم كادر؟ قلنا لك يا محافظ الديوان الآن صاعد لمنصة وتتحدث لي عن شريحة مظلومة، وتتحدث في القضاء عن هذا المظلوم.
وبالتالي الان نجي نلقى هنا الناس مهوسه، نلقى تيارات ناتره تشتعل. ليش؟ ليش وصلوا الناس لهي المرحله؟ ليش يا ميثم الشهد يا محافظ الديوانيه؟ ما عاد مع الكافي كافي الى متى؟ مو حتى جزعنا من الانتقاد، صار ملل، صار ملل عندنا. قلنا لكم نريد فد 5 آليات، جيبوا لنا فد 30 كادر، جيبوا لنا حتى الناس تنزل تعالج الخلل، افتحوا لنا خط مباشر مع المواطن. يعني ما معقوله يبقى المواطن وياكم احنا اسبوع. خو هذا هاي اقصى حد للمهله. قالت مسؤول الصيانه الاستاذ المحترم نذير واستبداله بشخص عسى وانه يكون اكفأ، فتح الدائره، وفتح الدائره. انا هاي دائره ترى يوم سبت هاي 4 سنوات. لا اسمع هاي صار لها ما يقارب ال4 سنوات هي مغلقه. ليش؟ وشكى مواطنون من سوء الصيانة لإحدى المحولات الكهربائية وعدم استجابة دائرة كهرباء الديوانية لمناشدات المواطنين لإصلاحها. فلنتابع. من البارحة واليوم خلف البلدية القديمة عم ايش قصرها كهرباء بعدكم؟ ايش قصر لها؟ عمي كرار بدورها ايش قصرها كهرباء؟ من البارحة واليوم جد خابرتو. اسمع يا مدير الصيانة، اسمع يا مدير الكهرباء، اسمع يا أمة محمد، اسمعوا كهرباء من البارحة واليوم ماكو. وهاي البلدية القديمة وهاي شوفوها الفوق هاي، ولكم هي تشكى واحدة على قولتك ويضم تشكى ترجع الكهرباء، ولكم ما تخافون الله. لا ما يا باردة لا هو يلا لا ماي بارد لا هو ولكم ليش ما تخافون من الله يا مسؤول الصيانة؟ هاي شوفوها هاي البلدية القديمة نقابة الصحفيين. نقل ناشط معاناة ومناشدات أهالي الديوانية بسبب انقطاع الكهرباء وعطل المحولات الكهربائية دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية بصيانة الكهرباء كما قال. فلنتابع. نعم سيدنا شنو عندكم؟ ايش قصر الكهرباء من البارحه واليوم؟ هذا لا البارحه واليوم، هذا اليوم، هذا الطق، هذا البارحه واليوم. هو عطل ما يصلحون ما يطلعون ولا تغير تطلع. عمي السيد من البارحه واليوم احنا ما مستفتحين. يلا ما مستفتح. هاي اصحاب محل، هاي البلديه القديمه خاف تقول ما نندلها. هاي العوائل خطيه هسه قاعده، هاي العوائل كتل الحرب. وكم عيب وكم عيب. استحوا شويه من الله، هذا شهر محرم، براء من عندكم محرم بحق الحسين، يراويكم يوم اكشر ان شاء الله. هذا الاهمال ليش يا سيدنا؟ الاهمال ليش؟ يعني ماكو يعني من يخابرهم ما يستمعون. هذا فوق، ها شوفوها، ها هاي القطعه الصغيره بس يرفعها ويعدل ضارب خط بها. ليش هيك؟ ليش هذا الاهمال يا دار الكهرباء الديوانيه؟ تنفيذ ماكو سيدنا، تنفيذ ماكو. يعني هاي الواد شنو دفع اصحاب عوائل؟ ترى هاي كل محلات هاي تدفع ايجارات وضرائب، وبيوم تجيهم وانت بتقولهم يلا قص، لا تقص وتدفع. دعونا نقرا بعض التعليقات حول ملف الكهرباء في العراق. رائد البيات يقول: الكهرباء يراد لها تغيير شامل. احمد استقلال ال راضي يقول: ولا بد على جهات ذات العلاقه والمسؤوله ان تكون لها استجابه ومعالجه فوريه لاهلنا وناسنا في قضاء الشاميه، وكذلك الاقضيه والنواحي الاخرى ومركز المحافظة. إيهاب خليل ناصر يقول: الصلاحية نفس الحالة، ماكو كهرباء من الصبح لغاية الآن، نطالب نريد إقالة كهرباء الصلاحية برمته. محمد كاظم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى، حي الجمهوري من الصبح ليه هسه ماكو كهرباء. معنا اتصال ابو علي من الناصريه. مرحبا بك معنا ابو علي، تفضل ابو علي. الله يسعدك حبيبي مشتاق. يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. الله يخليك. يا اهلا بك. والله يخليك. الله يخليك. الموظفين والكادر ومثنى الضاري الله يخليك، الله يحفظه. تفضل ابو علي، عندنا عن ملف الكهرباء. والله اخوي شوف، خلنا خدمه الكهرباء. نعم. هاي هذول ماكو، هاي كل احزاب الميليشيات يعني هي مسيطرة على الوزارات. نعم. شوف خلنا خدمك، هذا أمر إيراني من حرس الثوري، قالوا إحنا نطلب صار مال حرب إيران، فإحنا ما نخليها لهم ذولا، عرفت؟ هم يطلبوننا. طب المدة إجا شو اسمه ضابط إيراني، هان الميليشيات قالوا: أنتم عبيد لنا،
واحد ماكو ها انت شغال ثاني قال انتم عبيد هسه وزارة الكهرباء بيد الحكومة لو بيد ايران شو لها علاقة ايران؟ الله وكيلك اقسم بالله العظيم استاذ عمر ما اكذب عليك شوف هسه هاي المعامل المعامل اللي عندنا هسه ماكو تنظفها ايران المعامل كلها ايران زين السمك قتلوه زين ماي ماكو زين خطف كتل زين الله وكيلك هم ينزعون يا بان حفيدي امام الحسين زين انت يا الشدر يومي انت طاب الخضراء بيض وطالع تفسح اني ابو الاصلاح انت لا ما تدبره يا سيد مقتدى ابد مشكل لا تحاطك حراميه زين حراميه لا يبقون تم الحاطه من الشيات عصابات وقال تدي امام الحسين عم امام الحسين مو عراقي سعودي زين اصلهم هم الكتله ولا البيت ذولي وقيته ها هم دول يعني من سوى البيت وقال والله ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي يعني ابو علي قاضي ابو علي تسمعني ابو علي من تحمل مسؤوليه الانقطاع المستمر للكهرباء من يتحمل المسؤوليه نحمل مسؤوليه تدشني امريكا وايران والحكومه بالعراق امريكا وايران هم دول ماكو قابل قابل هسه امريكا لازم الجوزه مال الكهرباء لا شلون بس اكثر شيء ايران اكثر شيء ايران او ايران اكثر شيء سماطو نعم اكثر شيء سماطو الحكومه صار لها 20 سنه اكثر شيء ايران الحكومه تستورد غاز من ايران حتى تولد الكهرباء ليش ما 20 سنه رتبت امورها واستخدمت الغاز العراقي وسوت محطات جديده وسوت اكتفاء ذاتي ما يسوون نعم شوف استاذ عمر انت جاي شوف انت استاذ التفاهم التستاهل وصحفي خلنا خدمك خلنا خدمك حبيبي ايران ايران هي تريد ايران هي تريد خراب البلد ايران هسه ماكو ايران هسه هاي اللي المحامل وقفتها زين يعني هسه ايران شو بس ايران كهرباء بيه زين مستشفيات بيه يعني حاطين شبيهم لعب جماعتنا مثل مخده شبيهم جماعتنا شبيهم جماعتنا جماعتنا يعني هم يشتغلون لايران يعني زين لايران يعني ساي وزارات بيها من الشياط الرعاية بيها من الشياط زين كل وزارة هسه الرواتب ماكو من يطون أول ما يطون من الشياط الرواتب أول ما يطون هسه ماكو نعم إيه إيه أنا أشكرك أكيد. أبو علي من الناصرية كان معنا أبو علي من الديوانية تفضل أبو علي مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك والله عم الصوت لا بأمريكا ولا بإيران الصوت بالدولة العراقية بالأحزاب هاي الحرامية وليش الدول يصار اليوم ثلاثة أيام فوق الحر فوق ماكو كهرباء وشماله يجيك راس الشهر يقول لك عليك مليون 500 أقصها لهم ما تقصها لا هي الكهرباء تقصها من أساسها نعم تقصوها زين الله وكيلك يعني على يوم الثاني اليوم انا من الضريه ولا بالليل من الحر يعني هم ناس كبار وهم ناس ما يبي شطوط ونسمع فيها وناس كهرباء ويطلع لك ويقول لك سوينا ازيد من حمرابي ما ادري شو اسمه يا اخي السودان سويت بس العماره فتحت لها طاقه كهرباء سويت ليش عيب على العوده يصير صدام انت لما فتحت العماره طاقه كهربائيه وعرفتنا بالديوانيه انا بيد الحراميه بيد العصابات كل افترض الله وكيلك هنا بالديوانيه بالجبايه كل من مليون 500 والطين الطين الطين على المحافظ القبله والقبله واهل الكهرباء اكبر حراميه بالموظفين بالعراق هم بالديوانيه او قلنا له وقلنا للحكومات المتعاقبه تعالوا للديوانيه اعطونا قوة عسكريه تحميها تحمي الشعب من الحكومه مالتها يا صدام الطاغي حط عليها قائد عسكر الديوانيه الله جايبه للطريق يا السودان يجيب لك قائد عسكري حطه بالديوانيه بدل كادر الديوانيه كله بدله والله حظنا وحظ بهاتنا والله من سمك سوداني عرفت انت راح السودان وسودان انت فعل يا اخي خاف الله خاف والله لا ذهبتم مقتدى وعمار وكلكم طلعتوا حراميه لا دين ولا مذهب عندكم الله وكيل العباس كفيل تعذبوا لها بيران تعذبوا لها وراء امريكا وانتم الحراميه ليش ما تقولون انتم احنا احزابنا حراميه؟ هذا فشلتكم او طياحتكم هذا اللي زرتوا علينا وعلى ابهاتنا انا اشكرك ابو علي من الديوانيه كان معنا وعذر على المقاطعه لاستكمال ملفات الحلقه نذهب الى الملف الرابع ومع الخدمات في العراق
مشروع مجسر إبراهيم الخليل في محافظة ذي قار، والذي تم وضع حجر الأساس في عام 2021، ويقول ناشط بأنه إلى غاية اليوم هو مجرد حفرة فقط بسبب تلكؤ العمل في هذا المشروع. وانتقد هذا الناشط سوء تنفيذ المشروع وغياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. هذا الشيء على قلب ابناء معارض ذي قار، وهذا المشروع صار له سنتين على وضع هذا. طبعا المشكله تدري ما حد، ليش ما حد يحاسب شركات؟ لان شركات تابعه للاحزاب، شركات تابعه للميليشيات. المسؤولين ليش يخافون من اصحاب رجال الاعمال والشركات؟ لان المسؤولين ياخذون كوميشنات ونسب من كل مشروع، فلذلك المقاول ما يخاف، لا يخاف من المسؤولين. لان يعني المقاول مدعوم من الاحزاب، مدعوم من الميليشيات. ابشر لكم هذا الركائز مال جسر، هذا ركائز مال جسر. شرفكم هذا باتي عقب سيرة كايز مجلس الشباب اللي هاي باعه. مشكلة احنا من نحكي يكون هذا، شوف الطين هذا باع، هذا طبعا هذا شغل قديم مال ابراهيم خليل، هذا شارع قديم شغله، هذا ركائز شوف حتى تفطر باتي عقب من سير بين شغل، هذا راح يتحمل، هذا راح يتحمل يا مسؤولين يا طبعا المشكلة متابعة محافظة ماكو، لذلك احنا نوجه يعني باتي عقب هذا المشروع راح يصير مشروع يقول لك هذا شو استراتيجي محاولة قابل اللي هو الأساس وموقف طبعا عشوه فيه طبعا الوقت الساعة السابع 10:30 موقف أي عمل هذا يقول لك في عمل، بس احنا تواجه هذا أساس شوفه وتفطر أساس مجسر أساس رباط دينك، هذا راح يصير صعدة منها يا أبناء محافظة، هذا واحد وذاك الثاني. لذلك يعني نوجه لهيئة النزاهة، تعال عم طلعوا، هذا هسه قاعد نعطيكم مقاطع صورة صوت، يعني هذا لا مثلا يجي لك ابويا مشورات، لا يجي لك واحد ابويا ادعاءات، هذا اساس جسور وشوفوه من هسه مبطل شلون يتحمل. طبعا العلم اقل ارتفاع راح يصير، راح يسوي كذا قايم مقام هذا بيتهم، ما صار مشروع ولا شافاه مقام بيت، فندعيك انت تعال زياده مشروع وشوف هذا الاساس مال هاي الجسور، حرام والله العظيم حرام قاعد يصير. نبقى مع ملف الخدمات والمشاريع في العراق، حيث انتقد مواطن غياب الصيانة لكورنيش الشطرة في الكوت بعد سقوط السياج، قال نتيجة سوء التنفيذ من قبل الشركة المنفذة. فلنتابع. هذا الكورنيش اللي يا بلدية تابع، بس أريد أسأل البلدية الكوت، البلدية العمارة، البلدية النجف، البلدية بغداد، المن كورنيش صار له 4 أشهر 5 أشهر طاح غير صلحونه، نشرته من زمان وعبال اشتغلتوا وهسه نفس الزفت، يعني شغلكم ما تعرفونه الا انا انشر. تعال شوف هذا ما تعرفون تسوونه، هذا طايح كورنيشكم فلش. يعني الا احكي والا انتقد والا تصير بها مشاكل الا تشتغلونه. مدير بلديه قام المسؤولين الموجودين هنا ما تعرفون تشتغلون هاي الكورنيش طايح مبلش، ما لكم علاقه بيه، اعطونا كتاب قولوا يابا ما لنا علاقه بالشطره، ما لنا علاقه بهالكورنيش، واحنا نسويه جهود ذاتيه. والله العظيم عجيب، يعني عجيب. تعال طاح كلها نبلش. طالب ناشط آخر بتنفيذ مشروع طريق البحداري الدولي في محافظة النجف، وذلك لتخفيف الزحامات المرورية ولتجنب الحوادث اليومية بسبب سوء هذا الشارع. فلنتابع ما قاله هذا الناشط. طريق البحداري أو طريق الموت خلينا نسميه إحنا، لأن بين يوم ويوم أو يوميا موجود حادث على هذا الشارع. هذا الشارع حولوه الشركة اجت وبلطت، اخذها لأقل بعد افتتاحها اقل من 10 ايام او 15 يوم صار روطان بالشارع. قالوا يابا هذا الشارع لازم ينشال،
انشال الشارع اللي قاعد تشوفونه حاليا ولحد هاي اللحظة الناس ما تعرف انشال الشارع وعمل ماكو، سكوت تام من الحكومة. الشارع سايد واحد. يا ترى محافظة النجف الدخوليتها بشارع واحد اللي ليلا لازم حادث يصير على شارع البحداري، يا ترى هذا السكوت ليش وقت راح يبقى؟ راح نبقى على السكوت مالتنا؟ شارع حيوي وتريلات قاعد يشوفون بعيركم وسايد واحد، يعني الى عدة تريلة تمشي اللي يشوفوها كون هذا يبقى سايد واحد، انت تمشي وي بتريلة مسنيح للاخير، ليش وقت نبقى احنا؟ شارع البحداري شارع الموت، الحكومة المحلية موجودة بمحافظة النجف. السؤال يا ترى متى يعود العمل بهذا الشارع؟ دعونا نتابع تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع. عمار يقول ليش ماكو عقوبات؟ عمار يقول صارمة لهذه الشركات الفاسدة، ليش هذا الهدر بالأموال؟ أبو محمد الغزي يقول هذا إنجاز الشركات المحلية والمهندسين الفاسدين والمرتشين، يقول أصبحنا على يقين تام بأن أي شخص لديه القدرة أن يتطاول على المال العام. علاء غازي يقول بس أريد أعرف هاي فلوس الوصولات اللي بالدوائر والغرامات وين تروح؟ وين يودوها؟ هاشم عدنان يقول يعني الناس ما تموت بالحروب، تموت بهذا الشارع، صار أكثر من 10 أشخاص يموتون بهذا الشارع، يعني لا إشارات تحويل، لا علامات دالة، حاطين لهم تاير بلون التبليط أسود، عود هذا إشارة تحويل، يقول هاشم. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. كيف شوهت حقبة الغزو الأمريكي وعمليته السياسية الطائفية أحلام وطموحات الشباب العراقي؟ وكيف حطمت الحروب المتتالية فرص الشباب العراقي في بناء مستقبلهم والنهوض ببلدهم وعطلت مشاريع التطوير والارتقاء؟ ولماذا تحول الشباب العراقي إلى فرائس سهلة للمخدرات ومافيات الجريمة المنظمة والبطالة وضياع الحاضر والمستقبل؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد. اليوم العالمي للشباب، واسم تفاعل عليه عراقيون للتذكير بحال الشباب العراقي في ظل سلسلة من الأزمات والمعاناة بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة وعدم منح الشباب العراقي لحقوقه المشروعة. دعونا نتابع بعض التغريدات على منصة إكس. عثمان المختار الصحفي العراقي يقول باتت حجج الواقع أهم ما يمكن أن يواجه به كذب النظام السياسي في العراق، منذ صباح اليوم يهتفون برعاية الشباب بينما المخدرات والأمية والفقر والبطالة تفتك بهم ليل نهار بسبب فساد وتبعية أحزاب السلطة في واحد من أغنى دول العالم. عسل تقول في يوم الشباب العالمي نستذكر قليل الكثير من شهدائنا الذين هجروا الديار في عمر الورود وعشرات الجرائم بحق شباب العراق. انتفاضة الشارع العراقي حيدر يقول نطالب بالقصاص العادل من قتلة الشباب الأبرياء في ثورة تشرين 2019 في العراق. يقول ديمقراطيتكم المزعومة قتلت 1000 شاب من أعزل خلال 3 أشهر وجرحت الآلاف. عمر الحلبوسي يقول لابد من التذكرة بأن العراق يمتلك طاقات شابة متميزة في مجالات متعددة لو تم استثمارها لحققت نقلة نوعية ونهضة اقتصادية كبيرة، لكن الحاكمين بأمر الاحتلال يحاربون الشباب وتركهم فريسة للمخدرات والميليشيات. عماد الأوطان هم الشباب وطاقة الأمة بشبابها، شبابنا ثوروا لمستقبلكم.
في نفس السياق نبقى مع أنفوغرافيك، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على هذا اليوم، وأعد هذا الأنفوغرافيك بعنوان الشباب العراقي طاقة بشرية معطلة أنهكها التهميش والاضطهاد. دعونا نتابع. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.